طائرة هليكوبتر، مدرج مستشفى، عناية فائقة، والمريض الطفل آدم ابن الأعوام الثلاث الذي أدخل على عجل إلى مستشفى في منطقة الشمال. وبعد تدهور حالته كانت أمامه مهلة 24 ساعة ليعود إلى الحياة من جديد. ولأننا لا نترك الأيادي في المنتصف، وبعد متابعة فريقنا لحالة آدم، شرع مستشفى الزهراء ليس أبوابه فحسب بل قلبه أيضا لآدم الذي وصل إليها عبر طائرة هليكوبتر تابعة للجيش اللبناني. آدم وقع بالبيت يوم الجمعة، نزلنا على المستشفى يوم الجمعة الساعة 9 تقريبا، قال بده مراقبة 24 ساعة، عملوا صور وكذا وتحاليل. بعد 24 ساعة طلعنا على البيت، قال الدكتور فيك تاخده على البيت. طلعنا على البيت صرت حالته تسوق لورا. رحنا على ثلاث مستشفيات ما قبلوا ابني مشان التقرير اللي مكتوب. برمنا مستشفيات بيروت كلها، ولا مستشفى استقبلته لابني. طلبنا من مستشفى الزهراء، ومستشفى الزهراء استقبلت ابني. وهذا الطفل وضعه كتير حساس، اجانا تقرير طبي وضعه كتير حساس. نحن قررنا انه نحن نستقبل الطفل ونعالج هذا الطفل. لقينا انه نقله بطريقة عادية عبر امبيلانس ممكن انه يصير في حالة وفاة على الطريق. طلبنا من القيادة العسكرية للجيش، من قيادة الجيش، نقله بواسطة المروحية العسكرية. وقبل قيادة الجيش مشكورة على نقل الطفل على مستشفى الزهراء في بيروت. الشيء الملفت للنظر انه خلال نص ساعة تم نقله من عناية فائقة بطرابلس الى بيروت لعناية فائقة ببيروت خلال نصف ساعة. اهلا وسهلا فيكم، هذه برودكشن. حاب خبركم انه بعد جهود كتير كثيفة تمكننا من استقبال الطفل بعد ورود لقلنا تقارير عن حالته المستعصية، وهو كان بحالة كتير خطرة، كان كوما، يعني فينا نقول ديب كوما، حتى كان عنده التهابات حرارة، كان على مكنة التنفس الاصطناعي. وصل لعنا على مهبط الطيران بالمستشفى ونزلناه دغري من المهبط على قسم عناية الأطفال، وتم خضع للعلاج المكثف، وهلأ إن شاء الله كل شيء تمام وكل شيء رح يصير منيح. بتشكر وجودكم معنا، بتشكر اهتمامكم لهالحالات الإنسانية والنادرة، مش على طول منشوف هيك حالات. المهم نحن هلا مبسوطين انه فينا نقول انه تم اسعافه بالوقت المناسب، وفينا نقول انه الطفل اصبح من الناجين. انا لفت لي نظري وبنوه بقناه هادي برودكشن على حسن ادائها، انه بتضوي على الحالات الاجتماعيه والانسانيه، وهذا شغلة كتير مهمة، يعني بتعطي للبنان أمل بالخير، وأنه في ناس عم بتضوي الشمعة بهالظلام الموجود بمجتمعاتنا. وبهذا يكون مستشفى الزهراء أكد المؤكد بأنه رمزا وصرحا طبيا وإنسانيا من الدرجة الأولى.